عندنا الكاس اشاد باشرف بن شرقي لاعب الزمالك، واعلن على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي ان بن شرقي هو اول لاعب في قاره افريقيا يسجل هدفين في نهائي السوبر الافريقي. ما حدش قبل كده عملها، هو اول لاعب يسجل هدفين في نهائي السوبر الافريقي، وهو بكده يعني يعتبر دخل التاريخ. طبعا عندنا برضو الكاف ارسل خطاب مهم للزمالك، قال له مباراتك مع الترجي في ذهاب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا على ملعبك بالقاهره يوم 28 من الشهر الجاي، ومباراه الاياب هتكون في تونس على ملعب رادس يوم 6 مارس. طبعا حضرتك عارف ان رئيس الزمالك كان عايز يلعب يوم 29 وانا متمسك ب 29، لكن كده الكاف حسم الموضوع تماما يعني. واحنا وقتها انفرجنا وقلنا برضه حنفي، فاكر انت لما قلنا روح يا 28 الكاف هيمشي كلامه هيلعب المباراه يوم 28، وقلنا له روح يا 28 مرتضى بيكرهك يا 28، وبقى 28 جه ومرتضى هيلعب فيه غصب عنه. تمام. الكاف اعلن كشف عن حكم مباراه الزمالك والترجي اللي هتقام بذهاب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا في القاهره يوم 28، قال ان اللي هيدير المباراه طاقم تحكيم مغربي. الاستاذ حنفي الاستاذ حنفي الدالي بيقول لك سلم لي على الاستاذ علاء وراعوا ان انا اسمي حنفي، كفايه كده يعني. الله دمه خفيف. حلوه يا استاذ حنفي والله. حلوه جدا. فالكاف اختار طاقم تحكيم مغربي لاداره مباراه الزمالك والترجي اللي هتقام في القاهره بذهاب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا يوم 28. طاقم التحكيم كله مغربي، يتكون من رضوان جيد اللي هو طبعا كان حكم مباراة الأهلي والهلال في السودان، حكم ساحة، وحسن أزجاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد تاني، وعادل زراق حكم رابع. عندنا تصريحات بقى شعباني المدير الفني، معين شعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي، اتكلم هناك في تونس وقال اللي حصل في مباراه السوبر امام الزمالك مش هيحصل، وان هو هيستعد بصوره جيده جدا لمباراتي دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه، وقال ان الحظ ما حالفش فريقه، شن هجمات كتير على الزمالك لكن الحظ ما حالفوش. في الجهه الاخرى الزمالك كان موفق في الفرص اللي جات له. واضح كده ان مباراتي الزمالك والترجي برده يوم 28 يوم 6 مارس هيكون فيهم إثارة وقوة. طبعا الزمالك لا ما حلفوش الحظ، الزمالك لعب واحدة من أفضل مبارياته، ولو لعب بالمستوى ده سيكون بطل فوق العادة. الزمالك لعب واحدة من أفضل مبارياته، وكارديرون كان متألق في التكتيك بتاعه وكان رائع جدا جدا جدا، والتوفيق لم يأتي من فراغ لأن الزمالك كان روح لم أراها من قبل. كله ده عشان سر الكلمة، الجمهور العظيم غايبة من سنين هاتوها لأجل العشرين. عندما يتواجد جمهور الزمالك العظيم تتواجد الروح وتأتي البطولات، وده عكس رغبة مرتضى منصور. تفضل. هو أنا متوقع أن الزمالك يتخطى الترجي ويكمل في دوري أبطال أفريقيا إذا بس قول إذا وجد جمهور وكانت هذه الروح إن شاء الله. وأهم شرط أن النحس ما يحضرش.